못하게 떠버리지. زيرو ممكن تساعديني؟ مش عارفة أركب دي. سيبيني يا لولو دلوقتي عشان السؤال ده صعب جدا. يوه كل شوية استني استني. العب بقى العب بقى يا عم ما تشوف بقى. هو مارك ده هو وصاحبه مش هيخلص بقى. أنا عايزة أحل المسابقة. جون سبتك وستكسب. لا كده كتير. أنا هحذرهم آخر مرة ولو ما سكتوش أنا هتصرف. يلا نبدأ شوط كمان وهتشوف أنا بغلبك. يا ابني تغلبيني انت بتهزر. اه واضح انا كسبانك نصين لحد دلوقتي. بقول لك ايه انت عارف كويس ان انا سايبك بمزاجي وابدا الشوط التاني بقى وانت ساكت. ها مارك هو انا مش قلت لك توطي صوتك؟ مش عارف اركز. بصي اولا قبل ما تكملي كلامك انت كان المفروض تخبطي اصلا قبل ما تدخلي. ثانيا احنا صوتنا واطي اصلا ما تتلككيش بس. ها لا يا مارك انت صوتك عالي ومش عارف اركز. ثانيا بقى ماما متفقه معاكي ان انت وجون هتذاكروا وانتوا من الصبح قاعدين بتلعبوا. خلاص معلش يا فيرينا هنخلص الشوط ده ونبدا وكمان مش هنعلي صوتنا. انت بتقولها معلش يا ابني انت بتهزر. بقولك ايه انا اللي احنا عايزينه هنعمله. عاجبك ما عاجبك مش عاجبك خلاص. ماشي يا مارك بس لينا كلام تاني لما ماما تيجي. ماشي يلا مع السلامه بقى. شو 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 يوه ده ايه الحظ ده؟ اصلا النور عمره ما بيقطع. ها هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ لا مش هنعمل انا هروح انا ما بطيقش اقعد في الضلمه يا عم. يا ابني استنى هو خمس دقايق بس كده وهتلاقي جه وهنكمل لعب. لا انا هروح وهاخد الملزمه اللي احنا اتفقنا عليها. براحتك. اه ايه اللي جاب البتاعه دي هنا؟ مش كفايه الضلمه؟ ها يا مارك طمني عملت انت وجون خلصتوا مذاكره؟ اه يعني ناقص لنا بس حاجات بسيطه كده. يا سلام فاضل حاجات بسيطه برضو. امال مين اللي كان بيلعب بلاي ستيشن من الصبح؟ الكلام اللي بتقوله فيرينا ده صح يا مارك ولا ايه؟ لا يا بابا دي كدابه. احنا عاملين نذاكر من الصبح بس يعني خدنا بريك كده في النص لعبنا فيه ماتش واحد بس بقى كده النور قطع. انت بتكذب يا مارك عشان انتوا كنتوا قاعدين تلعبوا بلاي ستيشن من الصبح وانا ما كنتش عارفه اركز في اللي بعمله وما سكتوش غير لما قطعت عليكم الكهرباء. هو انت اللي عملتي كده؟ احنا افتكرنا النور قطع. شفتي يا بابا جون مشي بسببها. احنا افتكرنا النور قطع. احنا ما كملناش مذاكره بسببها. اسكتوا انتوا الاثنين صوتكم ما يعلاش تاني. انتوا الاثنين غلطانين. انا ما غلطتش يا بابا انا بس كنت بعمل فيهم مقلب وكنت شويه وهرجع الكهرباء. جون هو اللي مشي. مقلب؟ هو ده مقلب يتعمل؟ جون مشي بسببك انت. يا سلام يا استاذ مارك وحضرتك ما بداتش مذاكره ليه لما جون جالك؟ انت مش متفق مع ماما على كده ولا ايه؟ ثم انا لما سالتك قلت لي ده احنا فاضل لنا شويه حاجات بسيطه قوي ونخلص. يعني حضرتك بتكذب عليا. شفت ادي بابا اهو زعل منك زي ما قلت لك. مش معنى كلامي ان مارك بس هو الغلطان. انت كمان غلطتي لما فصلتي الكهرباء ثم انك كمان ما حكيتليش اول ما جيت. انا عرفت بالصدفه لما انتوا الاثنين كنتوا بتتكلموا. يا بابا انا ما كدبتش. انا قلت لحضرتك اني كنت بعمل مقلب بس فيهم. كنت استنيتيني لما اجي وبعدين نتصرف مش تصرفي من دماغك. انا اسفه يا بابا. وانا كمان اسف بس دي كانت يعني كدبه صغيره كده. مفيش حاجه اسمها كدبه صغيره وكدبه كبيره يا استاذ مارك كله اسمه كدب. انا اسف يا بابا مش هعمل كده تاني. خلاص يا استاذ مارك انت والاستاذه فيرينا اوعوا تكرروا الموقف ده تاني. عايزكم دلوقتي بقى تساعدوا ماما في تجهيز حفله عيد ميلاد جده على بال منزل انا وجده ونرجع تكون جهزتوا كل حاجه. اتفقنا؟ اتفقنا. يا لولو تعالي ساعديني حبيبتي قبل ما بابا وجده يوصلوا. حاضر ماما جايه اهو. ايه ده؟ ايه يا لولو ده؟ وايه البتاع الاكبر منك دي؟ بعد اذنك يا ماما تتريقيش على هدومي وبعدين احنا ورانا حاجات كتير. ماشي يا لمده يلا عشان نخلص. Thank you.
ماشي، انت عشان خاطر شطوره وساعدتيني خشي بقى البسي وجهزي. حاضر. ليديا تعالي هنا، عايزه اقول لك حاجه. نعم يا ماما، عايزه البس. مين اللي كسر الفازه دي؟ لولو ده ما بترديش ليه؟ مين اللي كسرها؟ انا معرفش يا ماما، اسالي بوزة هي اللي راحت مركنه ازاي؟ انا كنت جوه بلبس. ليديا انا ما بهزرش دلوقتي، احكي لي ايه اللي حصل. ممكن يا ماما احكي لك بس بعد عيد الميلاد. دلوقتي يا ليديا تقعدي وتقولي لي ايه اللي حصل. طب ما تزعقليش. لما اعرف ايه اللي حصل الاول. بصراحة يا ماما وانا بروق الترابيزة الفازة وقعت اتكسرت، بس هي كسرت لوحدها. وما قلتليش وخبيتي الفازة ورا الكنبة. عشان حضرتك كنت هتزعقلي. انا قلت يا لولو بيفتكر تقولي لماما بعد عيد ميلاد جده. ماشي يا لولو، انا مش زعلانة منك عشان انتي كسرتي الفازة، لكن انا زعلانة عشان انتي كدبتي وخبيتي عليا الحقيقة. يا ماما انا كنت هحكي لحضرتك بس خفت تزعقلي. لا طبعا ما كنتش هزعقلك يا لولو لو كنت قلتيه الحقيقه من الاول، لان كان ممكن في عيد الميلاد حد يشوفها ويتعور فيها. انا ما كدبت عشان كنت هحكي لحضرتك، وبعدين كدبه بيضة صغيره. مفيش حاجه اسمها كدبه بيضة ولا كدبه صغيره. قومي بقى خشي على اوضتك دلوقتي. حاضر يا ماما. ايه يا لولو الحلاوه دي؟ الفستان حلو قوي عليكي. شكرا. مالك بس يا لولو زعلانه كده ليه؟ مفيش، ممكن تسيبيني لوحدي؟ حاضر يا ست لولو، بس ما تفضليش متضايقه عشان جده قرب يجي ونعمله العيد ميلاد. انا اصلا مش زعلانه. ليديا بنوتي الحلوه عامله ايه؟ انا مش كويسه. ليه كده يا ليديا؟ حصل ايه؟ انا في مشكله كبيره ومحتاره ومش عارفه اعمل ايه. طب خلاص تعالي عندي واحنا نتفاهم فيها ونفكر سوا. اتفضلي تعالي. باي باي يا سيدنا. اهلا ليديا، الحمد لله بالسلامة. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا سيدنا. ايه الحكاية؟ انا مش كويسة يا سيدنا. مش كويسة ليه؟ حصل ايه؟ النهاردة كان عيد ميلاد جده وانا براوق انا وماما الفازة بقت اتكسرت، ومن ساعتها هي زعلانة مني. اولا كل سنة وجده طيب. ثانيا ايه يعني اما حاجة تتكسر؟ انا هحكي لك قصة من الكتاب المقدس عشان واحد وقع في مشكلة وما قالش صدق. أنا بحب القصص قوي. عارفة أبونا إبراهيم أب الآباء نزل مصر، كان مراته سارة شكلها كويس قوي قوي، فهو في السكة ماشي قال إيه؟ أنا لو قلت إن سارة دي مراتي فرعون يمسكني يموتني عشان يتجوز مراتي. إيه رأيك يا سارة؟ قال لها كده. إيه رأيك يا سارة تقولي إنك أختي؟ وزي بعضه هتقعدي عند فرعون كم يوم وخلاص كده. قالت له حاضر، تسمع كلام جوزها وخايفة على جوزها على أحسن فرعون يموته. فأول ما راح فرعون العبيد اللي عنده قالوا له الحق، ده في بنت شكلها جميل قوي، ست جميلة قوي، وبعدين عرفنا أنها أخت الراجل اللي معاها دي. قال طب هاتوها خلاص أتجوزها. فخدها، طبعا ربنا ما وافقش، خلى جاب حلم الفرعون عشان قول له الست دي مرات الراجل ده مش اخته ولا حاجه، هي
فعلا ما كانتش اخته شئته، لكن قال كده يعني عشان يخبي الحكايه عشان ينجب نفسه. ففرعون قال له كده تكذب عليا؟ طب افرض ان انا صدقتك ومفيش حلم بعتهولي الاله بتاعك ده، كنا هنعمل ايه؟ كنا دخلنا في مشكله، يبقى متجوزه اتنين. فعشان كده ربنا انقذ ابراهيم وانقذ ساره. بس ربنا ادى درس لابراهيم، قال له ايه تاني مره؟ ايه؟ لازم تقول الصدق، ولما تقول الصدق انا انقذك، ما تخافش. فازه اتكسرت، كوبايه اتكسرت، اروح لماما اقول لها يا ماما انا معلش حقك عليا، وانا بنظف راحت وقعت مني اتكسرت. فماما هتقول لك طب تعالي يا حبيبتي، بس ثاني مره ايه؟ تاخدي بالك لما نقول الصدق هيصدقونا بعد كده في كل حاجه، لكن لما نكذب، لما اجي مره بعد كده واقول الصدق هيقول لا انت كذاب. ليه؟ عرفوا ان انا بكذب. لكن اللي يعرفوا ان انا دايما باستمرار بقول بالصدق مهما حصل يقول لا فلان ده بيقول الصدق، ما نكذبوش، هو دايما يقول حاجه صح. فانت تعودي انك دايما تقولي الصدق مهما كانت النتيجه. دي قصه حلوه قوي، وانا اعمل ايه مع ماما اللي زعلانه مني؟ ما انا بقول لك هتروحي تقولي ماما يا ماما حقك عليا معلش، انا عرفت دلوقتي ان انا ما قلتش الصدق وخبيت عليكي، كنت خايفه لاحسن تضربيني، مع ان انا متاكده ان انت ماما مش هتضربيني، هتنصحيني ان اخد بالي مره تانيه، فانا حقك عليا ان انا ما قلتش الصدق ليكي. صح يا سيدنا، انا خلاص عرفت وهروح اصالح ماما. برافو، انت بنت زي العسل وحلوه خالص. ماما، هو جده اتاخر كده ليه؟ انا كلمت بابا حبيبتي وقال ان هم خلاص على وصول. ماما انا كنت عايزه اقول لك انا اسفه من اللي حصل الصبح. بصي يا لولو انا خلاص مش زعلانه، وبعدين احنا قلنا هنتكلم سوا بعد عيد الميلاد. انا كلمت سينا وعرفت ان انا غلطانه. وعرفت اني غلطانه في ايه بقى يا لولو؟ عشان انا ما كانش المفروض اخاف، ومفروض وقت كان المفروض اجري واقول لحضرتك. خلاص يا حبيبتي انا مش زعلانه منك، وعارفه ومتاكده ان انت شاطره ومش هتخافي بعد كده. ايه ده؟ ده جده جه، كل ده قاعد يستخبى بسرعه بيطفي النور. العمومي العمومي صح؟ واضح ان النور مقطوع. استنى استنى جدا عشان ما يخبطش في حاجه. استنى 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 استنى، تعال على مهلك على مهلك. انا مش شايف حاجه خالص. ايوه على مهلك. مفاجاه. لا ايه ده؟ اقول عشان كل ده طبعا يا جدو. يا حبايبي كل سنه وانت يا يابا يا قلبي، كل سنه يا حبيبي، كل سنه يا حبيبي، كل سنه طيب يا حبيبي حبيبي. كل سنه وانت طيب يا جدو. وانت طيب يا حبيبي، ان شاء الله طيب يا غالي غالي انت حبيبي. كل سنه طيب يا بابا. يا اولاد انا فرحان قوي، انا مش مصدق، بس مفاجاه حقيقي جميله. يا اقل حاجه تتعمل لك يا جدو. يلا ميرسي قوي قوي. يلا واحد اثنين ثلاثه. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Gedo. Happy birthday to you. Sana See you.